تفتكروا ايه هو احسن لون في العالم؟ هل هو اللون الابيض او الاسود؟ لا، احلى لون في العالم هو اللون المناسب ليا. اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم طقه محمود على هير نيوز. في الفتره الاخيره الطلاق انتشر جدا، انتشر في كل حته، لدرجه ان احنا كل يوم حرفيا على الاقل بنسمع ان 2 من قرايبنا اتطلقوا، او حتى على السوشيال ميديا. الفتره الاخيره الطلاق انتشر بطريقه مبالغ فيها، بقينا نشوف كل يوم حاله طلاق سواء من مشاهير او من قرايبنا. طب يا ترى ايه السبب؟ هل مثلا هنقول ان السبب في الفلوس؟ اكيد لا، ما كانش ياسمين صبري وابو هشيمه اتطلقوا. طب هل السبب في الحب؟ اكيد برضو لا، كتير قوي بنسمع عن قصص حب وحوارات كتير قوي بين اتنين كانوا مرتبطين لسبعة وثمان سنين، وبمجرد ما اتجوزوا اتطلقوا ما عداش حتى عليهم سنه. طب يا ترى المشكله فين؟ انا هقول لكم المشكله فين. المشكله زي ما قلت لكم في البدايه في المناسب ليا. ممكن يكون انسان كويس جدا او واحده ما فيهاش غلطه بس ما تكونش مناسبه ليا. انا المناسب ليا بيبقى على حسب الحاجه اللي انا عايزاها، مش اللي هم بيقولوا. مين فينا ما سمعش جمله يا بنتي ده مهندس ازاي ترفضي؟ حرفيا في كتير جدا جوازات بتبوظ بسبب ان اهلهم اتحكموا فيهم او قالوا لهم اصل ده كويس اتجوزي. طب هو مش مناسب ليا، مش عشان هو كويس يبقى مناسب ليا. انا كويسه لوحدي وهو كويس لوحده، لكن احنا الاثنين مع بعض مش كويسين مع بعض. ساعات كتير جدا في فتره الخطوبه بنلاحظ اختلافات. كل الناس الطبيعيه او على الاقل قرايبنا بيقولوا لنا دي حاجه طبيعيه، اكيد هنلاقي اختلافات، لكن حاولي ان انت تطبعي بطبعك او انت تطبعه بطبعها. مفيش الكلام ده، كل انسان ليه طبعا ما بيتغيرش. لو حاولتي تغيري ممكن يتغير شهر اتنين عشانك، او هي تتغير شهر اتنين عشانك، لكن في المطلق ما بنلاقيش. انا لو عايزه شخصيه معينه هروح ارتبط بيها، مش هروح ارتبط بحد واخلي شخصيته شبه الشخصيه اللي انا عايزاها، عشان محدش هيقدر يتصنع اكتر من مده معينه، وبعد كده كل واحد بيبان على حقيقته، فبالتالي بتبقى المشكله اكبر واكبر وبتوصل اكيد للطلاق. والمصيبه الاكبر لو كان في اولاد، فساعتها بتبقى المشكله كبيره جدا وما بتتحلش زي ما مثلا كان ممكن نحلها في فتره الخطوبه او حتى قبل الخطوبه. مش معنى ان الانسان ده كويس انه شبهي او مناسبني، الاهم ان احنا نكون متفاهمين ومتوافقين عشان نقدر حتى لو اختلفنا ان احنا نتفق. لو احنا متفاهمين هنقدر نتفق اكتر ما بنختلف، وحتى لو اختلفنا هنقدر تاني نرجع ان احنا نتفق ونتفق على اي حاجه ممكن نختلف عليها. وياريت نركز حلو جدا في اختيارنا. احنا لما بنيجي نشتري ميك اب او بلوزه بنفكر مليون مره وبنتردد سواء هنجيبها او لا. تخيلوا الحد اللي ممكن نكمل معاه بقيه حياتنا، هل ده ما يمنعش ان احنا ممكن نفكر فيه على الاقل فتره كبيره لحد ما نكون متاكدين من القرار اللي احنا عايزينه؟ اكيد لا. وبكده يكون انتهى فيديو النهارده. تابعونا الفيديوز اكتر على هير نيوز.